ايه ده؟ راجل عجوز عامل لي قطه. انت جميل عايز ايه بس؟ يلا بينا عشان نشفك. ده نام. روح انت بقى مديله السشوار بياخد احساس اسمه اديني من تحت اصل انا ريحت. بص. يا مساء السعادة بكميات زيادة عشاق ومدمنين وجودي، ميمي يحييكم. اهلا بكم في فيلوج جديد من داخل بيتي. النهاردة هنحمي القطة بتاعتي. سامع الجدول انه مش بيتي اهو. امال ايه دي؟ صورة خالتي دي؟ ما صورتي قدامك اهي، يبقى بيتي، ما تبصليش. النهاردة احنا هنحمي القط بتاعي الذي يدعى بسيوني. لو انت ما بتحبش القطط اعرف ان انت عندك انفصام في الشخصية، ناقصك حاجة. لو بتحب القطط او لسه عايز تحبهم معايا ان شاء الله هتعشق اللي جابوهم. ليه بقى؟ لان القطط عايزة انسان حساس. يخرب بص لسه بتكلم رحت متكعبل فيه. تعالوا بصوا الدب القطب اللي حيلتي ده، تعال اهو اهو عايش يجري لما حفظني رجول كل الانطريه والترابيزات. بسيوني بص بص بينور في الضلمه، تعال حبيبي. رحت يا جماعه اسبوع واحد لقيته بصوا مطين ازاي. انت بتعض ايه يا انت جاي تاكل؟ خد خد خد. عشان تشوف بسيوني وهو بيستحمى لازم تعمل حاجات مهمة جدا، انك تنضم وسط متابعيني تحت هاشتاج منتخب ميمي. يبقى اول حاجة نعملها ان احنا نعمل سبسكرايب للشانل، وبعدين نفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اللي هو الاحمر ده يبقى رمادي، وبعد ما تفعل الجرس تعمل لايك للفيديو. عايزين نوصله 95,000 لايك، مش 100,000 يا عم، مش 100,000 يا عم، انا راضي. ونعمل ايه بقى رابع حاجة؟ تكتب في كومنت خليه هو اللي ولا ولا معلش يا دي حياتي معاه. بصوا هيجي دلوقتي زي الفار اهو. بص بص عايز يتعض. اكتب في كومنت اكتب في كومنت بسرعه قبل ما يجي يقرمني من رجليا. ايه رايك في الفيديو؟ يبقى احنا عندنا خمس خطوات. ايه هما؟ 1 2 3 1 سبسكرايب، 2 فعل جرس، 3 هتعمل لايك، 4 تكتب كومنت، 5 نروح للفيديو. بس انت ما عملتش، يبقى تاني. 1 سبسكرايب، 2 فعل جرس، 3 هتعمل لايك، 4 تكتب كومنت، 5 نحمي بسيوني. دلوقتي احنا داخل حمامي المتواضع ومعانا بسيوني. زي ما انتم شايفين كده تحت عينيه اسود، تحس ان هو ارهاق او ما بينامش بالليل، فيعني جاله تحت عينيه اسود او نقص غذاء. فركزت لقيت ان هو مطين، البيبي يقعد ينزل دموع. ايوه انت ما بصي بص بقى تحت، دخل في حاجه مليانه تراب، بقى منه ابيض فبيلم تراب. فاحنا المفروض هنحمي بسيوني. زي ما انتم شايفين بسيوني ده عنده ما يعادل حوالي 4 شهور كده. في كمين يا ناس شبه الدب القطبي، انت عسل. فاحنا المفروض هنحمي بسيوني دلوقتي. اول حاجه عشان نحميه نقلع الساعه، عشان دي بصراحه ايه تهمني جدا. وبعدين نقلع الحاجات دي، وبعدين نقلع الخاتم، وبعدين نمسك بسيوني، وبعدين نحط بسيوني في الحوض. اول حاجه عشان تحمي القط بتاعك لازم تطمن ان الميه ولا ساقعه ولا سخنه، لازم تبقى فاتره او اللي هو بنسميها دافيه شويه. لو انتوا شفتوا الفيديو بتاعي لما حميت بسيوني وهو صغير هتلاقوا ان انا حميته بنفس الطريقه دي، بس انا اتعلمت شويه حاجات اكتر هنستخدمها مع بعض. لو انت ما شفتوش اعمل سيرش على القناه بتاعتي اهي، حلمي ميمي على فيسبوك يوتيوب انستجرام، هتلاقي كل الحاجات. وهتلاقي على حلمي ميمي على اليوتيوب الفيديو بتاعي وانا بحمي بسيوني لما كان لسه كوتي يوتي صغنطوتي كده. يلا بينا. ايه ده بسيوني راح فين؟ ايه ده؟ بسيوني يا ابن ولا راح يعمل الكيكي في الليتر بوكس بتاعه. تعال شوف الواد مزنوق. يلا بينا نبدا الحمايه. انا جبت القط بتاعي اللي شبه الارنب البري ده. هنبدا بقى الاول، هنشغل المايه السخنه ونجرب عشان خاطر ايه ما يتلزعش. بص هوبا المايه جميل. انت كميله بتحب المايه. في نوعين من القطط، نوع متعود على المايه من وهو صغير وفي نوع بيخاف. فانت ما تجيبش المايه ناحيه وشه دلوقتي، انت المفروض هتنضف كل الكلام ده. بس تظبط بقى عشان تقدر تحميه بشكل سلس في نوع معين كده من الشامبوهات ده، بس ده انا جايبه من لبنان، فانا مش عارف اللي في مصر انواع ايه، بس ده حلو بيغرقه في جسمه وبعدين بينضفه وما بيجيبلوش فطريات وما بياكلش بجلده، فده بيبقى لطيف عليه. فانت هتحط القط تحت الميه، ولكن تجرب الاول ميه تلاقيها فتره مش سخنه مولعه، وبعدين تبتدي تنزله. اول حاجه انا هبتدي اعملها انت جميله قوي الميه يا ناس. لما ما بتنزل يبتدي يبان الطينه جواه، النيل رواه والطين جواه. انضف قبل الزمان ما يوسخك. انضف قبل ما تكبر.
يا رخيص يا عين يا ليل يا ليل. بسيوني يا بسيوني يا 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 بسيوني. زي ما انتم ملاحظين يا جماعه ابتديت اغسله، بس ما تجيبش ميه على وشه دلوقتي، هنجيبها امتى؟ دلوقتي بقى. يلا بسيوني يا ابو البسيوني يا نبدا مرحله الشامبو اللبناني. والله في لبنان السعر جنان. بس هنعمل ايه؟ لا تعالى 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 تقعد تعمل ده بقى بريحه جوز الهند وهو ابيض اساسا، فتبقى عايز تشربه مع السوبيا. حكايه حكايه. يا ابو البسين على مين على مين يا ابو البسين. خلي بالك هو لما اتعود على الميه بص ما ابتداش يفرق، لانه خلاص طالما ما جبتهاش على وشه فمش هيحس ان في اذى، الميه نازله دافيه وجسمه بيتعب. بصوا بقى شبه الفوطه اللي بنضف بيها عربيتي، فاضل له بس الرولة دي كده وامسح بيه الازاز. عالمين يا ابو البسين، عالمين يا ابو البسين، هيا في ابو البسين. عالمين يا ابو البسين، لا خلاص بص نونو اول ما الميه جت على وشه. شوف ده يا جماعه النوع الاول، ده النوع الثاني بقى اللي هو بيراغي وبينظف خالص بقى، ده بتحطه بس ده الاساسي. في هنا في مصر نوع كده اتنين في واحد زي شامبو وبلسم كده بس مخصص للقطط. يلا نستخدم الثاني ونطلع الطينه منك يا بسيوني. معلش ثانية واحدة، هي مجرد ساعة ونص وهتبقى حاجة منك. ثانية واحدة. بسيوني اها بسيوني كان في بسيوني سغنطاطة مفرفشة ومزطاطة لابسة بلوزة منقطة على جونيلا مخططة منقطة ومخططة وسط الجنينة لمحتها وهي طايرة في الهوا، ناديتها بصيت تحتها قلت لها تيجي نلعب سوا، قالت لي طيب يا سميكي انا استخبى في اي مطرح وان كنت شفتها. وبقيتي فله وقشطه وبقيتي فله وقشطه. بص يا جماعه بسيوني ده تديله الفروه بتراغي معاك بيعمل معاك احلى شغل. ده بفكر احطه جنب ليفت المواعين تخلص لوحدها بيه الحله، حكايه بيخليها تنور بس في التفال لا عشان بيجرح. اه بسيوني اه بسيوني. بيهرب وانا بحاول انضفه. ايوي ما يزق. استنى بسوني، استنى بسوني، هي مجرد ساعتين وتلت وهتبقى زي الفل. بصوا يا جماعه بقى شبه الوزه المسلوقه، بص ما بقاش فيه جسم اساسا. ولا يهمكم يا جماعه ده القطه بيلعب عادي. بنجيب بقى فرشه زي فرشه السنان كده، المفروض في منها حاجات كبيره بس دي سهله، دي بتنظف وبتشيل الشعر لو مكلكع عشان برضه يفرد معاك. يا نفسي نفسي يا هتيجي يمين هتيجي شمال هجيب رقبتك، يعني هجيب رقبتك. ندخل بقى لمرحلة تنظيف الوش وهي المرحلة الأقرب إلى قلبي. أوفر أوي. طيب سوري. يا بسوني يا عيوني أفقد. طول ما أنت بتتعامل معاه بهدوء هتلاقي هو بيتعامل معاك زي البصاصة. ما بيعملش أي حاجة. هو لو حاسس إن أنت يعني مؤذي زي هيضايق،
مش عايز فرش السلام، انت عايز فرش البلاط على اللي انت فيه ده. الناس اللي كانت بتبعت لي تقول لي تحت عينيه اسود، ده طلع مش ارهاق، ده انا اللي بقرهق وانا بنظفه له. غالبا الكادر ده افضل ليكوا عشان تشوفوا عمليه تنظيف الوش من الداخل. ايوه تعالى انت بتستنجد بمين يالا؟ عينيه كانت بتجيب دموع وكان واخد حماده هلال شعار ليه دايما دموع لما عرف امنا وفي الاخر لما تراب. ادي اخر حماده هلال. تنظيف القطه زي تنظيف الهره بالظبط. حماده هلال بصوا بقى شبح ازاي؟ عامل ايه ده؟ راجل عجوز عامل لي قطه. دلوقتي احنا هنفتح الميه ونجربها سخنه شويه وبعدين ايه لغايه ما تبقى فتره فتره. انا بقالي فتره ما شفتكمش وانتوا عاملين ايه؟ دمي خفيف صح؟ حلو جدا. معلش معلش اهم حاجه ما تجيبهاش في بقه وعينيه. ايه ده فضحتني. دلوقتي خلصنا بسيوني نعصره وننزل ميه. بص عامل زي الليفه ده بقى، تحطه تدعك بيه ظهرك الحتت اللي انت ما حطتهاش. بص شكله بقى عامل ازاي. بيندب على اليوم اللي اتولد فيه قطه. ناخده بقى نلفه في الفوطه ونخش مستشوار. يلا بسيوني. مش يلا. على فكره انا قعدت ادعك في دي ساعه بس طلعت ده لونه الاساسي اصلا. ما تبصليش انت اللي جاي لي كده. لما قلت لكم انه راجل عجوز وعامل فيها قطه ما صدقتونيش. بص الخلقه. تحس ان جدي داخل ينام. انت جميل عايز يتبس. يلا بينا عشان شفك. ده نام. ده نام قبل ما نشفه. وصلنا الان داخل غرفتي وبقى بسيوني الحاجه البيضة الوحيده اللي قدام. بص دي جميله بقى شبر. ما بقاش فيه بقى ولا القطه الكبيره اللي في اول الفيديو ولا الحاجات دي. هو الحاجه الوحيده اللي عندي بيضة في الاوضه دي هو والكرسي ده. هنبدا دلوقتي في عمليه سشواره بسيوني ويلا نرجعه قطه تاني زي ما استلمناه عشان خاطر صاحبه ما يجيش يزعق لنا. واحد اثنين ثلاثه. نجيب بسيوني على كرسي واضح عشان نقدر نسشور وانتوا شايفينه ونبدا بقى ايه نديله. اول حاجه بتبتدي تدعكه بالفوطه، اهم حاجه يكون ليه فوطه مخصصه او ما تجيبهاش وامك تغسلها وترجع انت تتنشف بيها عشان ايه؟ عشان ما يحصلش حاجه، لازم يبقى ليه فوطه. قد القطه تربي مش قدها ما تربيش. هو القطه فين؟ ماشي. اول حاجه تبتدي تنضفه هو شخصيا، تديله كده اوكي لغايه ما تبتدي تشرب من جسمه الميه كلها. بص هيبتدي يفرك ويبتدي يظهر كده معاك، يبقى بالظبط عامل زي الوزه المسلوقه. وبقيتي فله وقشطه وبقيتي فله وقشطه. تبص من بقه بقى ما لسه نضيف، لو كان جبنه ولا حاجات زي كده ترجع تقرف منه. انا قعدت نشفت شويه والمفروض ان انت اول ما تنشفه هو نفسه هيبتدي يبص يحس بالامان. الامان اهو اهو انت اهو بحسسك بالامان يعني. شفت الامان في وشه. اول ما هو يبتدي ينشف كده تبتدي انت بقى ايه تظرفه السشوار في قفاه. بص شوف الخلقه. تروح انت بقى مديله السشوار بياخد احساس اسمه اديني من تحت اصل انا ريحت. بص تخيل انت واحد يديك سشوار في اللامؤاخذه احساسك هيبقى ايه؟ الحوار ده مش صعب خالص يعني، انت بتجربه مع اي قطه. انت اول ما بتدي له استشاره بايدي بتلاقيه بعدها ابتدى يرتاح بقى عارف احساس الشطافه السخنه نفس الاحساس. بص هوبا احساس اللبوس يا بسيوني. تعالى بقى اما ايه نبدا نديله كده. هو اول ما يطمن للاستشوار خش على المرحله اللي بعديها. بص بقى بيلمع ازاي. ده مش محتاج بقى ولا كلور ولا كلوركس والحاجات الغريبه دي كلها. انت بس الكوبايه كده اللي هو مسحوق الجيل ده بتحط عليه بيبقى رهيب. يلا بسيوني. وبكده يا جماعه بيطلع معاك قط زي الفل ابيض ونضيف.
مش محتاج له اي مواد حافظه خالص، هو بيتحط كده بقى زي الفل. ده خطير بقى مع اللبس اللي بتحطه على رقبتك في الشتاء، بيبقى خطير جدا. عشان ما تملوش انا هكمل معاه الحبه الاخرى دول، وهنزل في فيديو جديد شويه حاجات تانية بفكر اعملها له، عايز اعمل له قصه جديده. عايزين تتابعوا كل ده تعملوا سبسكرايب للشانل دلوقتي. ما عملش، بص بسيوني ما عملش، عمل ما عملش. تفعل الجرس، تعمل سبسكرايب عشان تشوف كل جديد يا بيه ويا هانم ويا كل عشاق القطط في الحياه. ايه ده عامل كده ليه؟ يا ترى بقى بعد الفيديو ده هتحتاج تربي قطط ولا لا؟ ولو انت بتربي قطط اكتب لي في كومنت انت نوع القطه بتاعك ايه وبتحبهم ولا لا؟ نوع بسيوني اسمه هيمالايا. انا المفروض كده عملت فيديو وانا بحميه، هعمل فيديو وانا بقص له شعره، وهعمل فيديو تاني وانا بقص له ضوافره، وهعمل فيديوز تانيه هقول لكم عليها وهو بيتجوز من الربيع داخل. لو عايز تشوف كل ده فعل الجرس، ومتنساش تشترك في القناه وتقول لكل اصحابك على حلمي ميمي فيلوجز، وهتلاقي على اليمين هنا حلمي ميمي. سرش عني في اي حاجه، اي بلاتفورم، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام. لو مشيت في محل الشرقاوي بتاع الكبده هتلاقيني ان شاء الله حلمي ميمي. سلم على جمهورك يا بسيوني. ده بقى انضف من، يعني بص، من ساعه ما استلمته. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.